السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة اليوم سنكتشف فاكهة جديدة، فاكهة أكثر ما يقال عنها أنها فاكهة شهية وطيبة. هذه الفاكهة اسمها كارومبول، هي فاكهة تنمو بالأساس في آسيا وفي بعض المناطق الاستوائية. هذه الفاكهة للإشارة فقط، لا ينصح تناولها للذين لديهم مشاكل في الكلى، لأن الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الكلى أو في الدم لا ينصح بها، الذين يقومون بعملية تصفية الدم أو الذين كذلك لديهم مشاكل في الكلى لا ينصح بتناولها لأنها تعمل تسمم لهؤلاء الأشخاص. هذه الفاكهة تحتوي على الفيتامين سي، وهي غنية بالألياف. كذلك هذه الفاكهة تؤكل هكذا، ويعمل بها كذلك العصير. كارومبول. كارومبول سنحاول تذوق هذه الفاكهة. يقال لم أتذوقها من قبل، سأحاول أن أتذوقها هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، وهكذا. أوكي. ثم تقص هكذا إلى، سبحان الله، الشكل هذه الفاكهة، انظروا هي شكل غريب بصراحة. تستعمل كذلك هذه الفاكهة في السلطات، سلطات الغلال والفواكه. سنحاول أن نتذوق هذه الفاكهة. بسم الله، سنحاول تذوق هذه الفاكهة لمعرفة ذوقها. ذوقها ومطعمها يشبه إلى حد كبير طعم التفاح. نعم، نفس طعم التفاح، سبحان الله، لديها نفس طعم التفاح. ممكن، الله أعلم، لا أعتقد أننا يجب أن ننزع القشرة، لا أعتقد ذلك، ولكن ما لاحظت هو أن طعمها نفس طعم التفاح. هذه هي الفاكهة أصبحت تروج بصفة كبيرة الآن في أوروبا، وهي بالأصل كما قلنا من هي بالأصل كما قلنا من آسيا، وكل ما هو جديد، كل ما هو جديد سبحان الله يروج بصفة كبيرة في أوروبا. هذا فيما يخص هذه الفاكهة، وهي فاكهة كرومبول. إخوتي أخواتي، أتمنى أن الفيديو قد أعجبكم. نرجو الاشتراك بالقناة، كما نرجو أن تعملوا لايك للفيديو. وإلى اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.